السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ما تنسوش بقى يا جماعة ان انتوا تشتركوا في القناة. ايه يا لوكا اللي انت جايباه ده؟ انا الفيديو اللي فات قلت لكم ان انا جبت اللحوم زي الكفتة والسجق والحاجات دي، والفيديو ده انا هعمل فيه ميزانية الفراخ. تقريبا كانوا ب 230 جنيه، 240 مش فاكرة بالظبط، بس هما تقريبا عملوا السعر ده. الكيلو الفراخ كان ب 41 جنيه، انا جبت فرختين 2 كيلو وحاجة يا جماعة. كانت حلوة يعني. وجبت نص بانيه بس كده. هي دي الحاجات اللي انا جبتها. ازاي كل مرة تجيبي حاجة غير المرة اللي قبلها؟ بناء على كده يكون عندك حاجات في البيت. تمام. النص البانيه ب 90 جنيه، يعني الكيلو ب 90 جنيه يا جماعة، ده نص كيلو. اللهم صل على النبي. والفراخ كانت ب 41 جنيه. تمام. الميزانية دي قطعت 230 تقريبا، زي ما بقول لكم كده. دي كانت الحاجة بتاعتنا زي ما قلت لكم. ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا في القناة زي ما قلت لكم. لو ميزانية بتاعتك بالاسبوع، مرة تجيبي فراخ، مرة تجيبي لحمة، مرة تجيبي سمك، هيبقى عندك طبعا خيرات الله. وعلى فكرة انا عندي حاجات كمان من الاسبوع اللي فات اللي انا جبتها، بعت الكفتة والحاجات دي، ولك الحمد. بقى اصور معاكم انا فايد عندي ايه، واكتبولي في التعليقات لو انتوا حابين ان انا اقول لكم انا فايد معايا ايه وايه اللي انا جبته ومتوفر عندي وهجيب غيره. هقول لكم، هعمل لكم كده، بس تكتبولي. كل مره هعمل لكم حاجه غير المره اللي قبلها بامر الله. بس اتمنى بس ان انتوا تشجعوني، ومشاهداتكم الحلوه ولايكاتكم الحلوه وتعليقاتكم هي دي اللي هتشجعني اكتر واكتر ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه كتير قوي. زي ما انتوا شايفين كده، دول فرختين انا هاخد منهم فرخه يا جماعه، هقول لكم هعمل بيها ايه. والفرخه التانية هشيلها سليمه زي ما هي. يلا بينا. انا قطرتهم كويس جدا بالملح والليمون والدقيق وكده، وحطيت فلفل اسمر كمان. غسلتهم شويه جدا جدا الحاجات اللي في الطبق دي، حطيت الكبات كده مع بعض وكده. لكن الفرخه دي انا هعمل بيها فراخ مشويه يا جماعه. قطعتها كده الدبوس ده حتتين، والصدر زي ما هو، وده نص كيلو بانيه شطفته، ودي الكبات هبقى اعملها في اكله لوحدها. انا بحب احوش الكبات كده يا جماعه. بس كده. ودي الفرخة اللي انا هعملها فراخ مشوية. ان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم انا بعمل الفراخ المشوية ازاي، بجد كانت طعمها حلو قوي وروعة، واقول لكم ايه اللي حصل في الفيديو ده. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وفعلوا الجرس. سلام.